مستبقا والقلب يشتاق دوما أنت تروينا يا درة الكون طاهر نبض خافقنا فالجرح كبلنا فاغسل معاصينا يا باغي الخير هذا شهر مكرمة فاصدح به خيرا. للاشتراك بالقناة والضغط على الجرس ليصلكم الجديد يوميا بإذن الله. ومرحبا بكم جميعا. هنا اليوم راح نحضروا مع بعض كيفية تحضير طبق رائع وذوق ما شاء الله. نتمنى هنا الإعجاب تاعكم وتجربوه إن شاء الله. هالطبق هذا موسمي اللي هو قرنون محشي في الفرن، يعني اللي عندها دجاج يعني تقدر تزيد له الدجاج. هنا يعني في المرقة كيما تحبون نتوما، تحبوا تزيدوا الدجاج، تحبوا تزيدوا الجلبانة، يعني يبقى اختياري للمرق. أما بالنسبة للحشوة وطريقة تحضير هذا الطبق، راح نحتاج إلى هنا عندي 2 كيلو تاع القرنون نقيته كامل وجوزت له بالليمون، يعني قبل ما نبدأ نخدم به راح نشلو باش نحيلو هذيك الحموضة تاع الليمون. إذا أول شيء هنا نحتاج إلى 250 غرام تاع اللحم المفروم، يعني بقى دائما حسب أفراد العائلة. نحتاج هنا يا علبة صغيرة تاع لاكريم فخيش فيها 20 سنتيلتر. نحتاج هنا الى 2 مثلثات تاع جبن تركيري او تقدروا تستعملوا اي نوعيه من الجبن الابيض. هنا عندي حبه بيض، عندي 200 غرام تاع الجبن المبشور، عندي هنا حبه بصل قطعتها رقيقه، هنا عندي سنينه تاع ثوم كامله، يعني حبه تاع ثوم كامله عفوا، تقريبا 6 سنينات. هنا عندي علبه تاع لي شامبينيون، ما عنديش لي شامبينيون فخي، راح نستعمل هنا تاع كونسيرف تاع لي بوات. هنا عندي حبه تاع البيض بالنسبه للتوابل، عندي فلفل الكحل، الكركم والملح. راح نبدا على بركه الله. اول شيء نغسل القرنون تاعي ونرجع ان شاء الله. اذا هنا راح نبدا على بركه الله. بسم الله، اول شيء نحط اللحم تاعي في الصحن يكون غامق، مباشرة راح نزيد البصل، نزيد القليل من الثوم، ما نديرش بزاف لانه راح نحتاجو لاصوص. هنا راح نضيف التوابل ونضيف حبابيض، نخلط هاد المكونات جيدا ونرجع. لان هنا القرنون تاعي كما قلت لكم غسلتو، الان راح نحكم الفيونداشي تاعي، نحشي بها القرنون بهذا الشكل. نحاول انه نعمل شويه بومبي هكذا باش يجينا شباب، ما يجيش مبلاطي، وما تخافوش يعني فيه البيض ديروه جاري شويه ماشي بزاف هكذا باش يحكم روحو كي يكون يطيب وما يخرجش الفيونداشي من بلاصتو هكذا. نكمل كامل الكميه اللي عندي ونرجع فيما بعد ان شاء الله. اذا هذا هو الشكل المتحصل عليه، انا تحصلت على هذا الشكل. يعني ملاحظه فقط، كي تشوف القرنون يعني الناس اللي ما يقدروش يعني يشارجيوهم وعندهم كميه صغيره تاع فيونداشي يعني يقدروا يشرو هكذا يعني صغار بزاف ولا متوسطين. انا الله غالب جوني هادو مكبر حتى يعني في السباس في المول راح يدوا لي بزاف لابلاص. المهم هذه نصيحه يعني باش في المول راح يكفيكم، او ميم طون كذلك حتى اللحم يعني يكفيكم وكامل يعني شرائح المجتمع يقدروا يديروا هذه الوصفه اللي هي يعني غير مكلفه. 200 غرام ولا 250 غرام تاع اللحم يعني كما نقولوا ماشي حاجه كبيره. وفقط ملاحظه، نقدروا يعني اللي ما عندكمش الفيونداشي تقدروا تستعملوا دجاج، صدر الدجاج تطحنوه مليح بالروبو تخدموه هكذايا. والا ما عندكمش كامل 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 يعني ما عندكمش باش الفيونداشي ولا البولي، تقدروا يعني تستعملوا تشكتشوكا
نضيفوا لها شويه تاع البيض ونشرجوهم شغل راح نديرو كيما ليكيش. فوالا هذه هي. انا هنا كيما راكم تلاحظوا في المقيله ضفت شويه تاع الزبده ذوبتها مليح. لما عندها الزبده انا تقدر دير الزيت ونحط شويه بصل عفوا الثوم ونبدا نقليه شويه على نار قليله باش ما يتحرقش. بعد ما قليت شويه الثوم قبل ما تبدا تحرق ديجا يبدا تحرق عليك نضيف فيه شامبينيون ندوزهم مليح هكذا جا مع الثوم ثم نضيف مباشرة التوابل. بالنسبة لي عندو الدجاج ولا اللحم اللي حبيت يزيد قرافل معاه مكاش مشكل. هنا راح نديرو بلاش ثم كي نقليوهم شوية قبل ما تحرق لي الثوم راح نمرق بكاس تاع الماء وهكذا نخليه حتى يعني تبدا تجمر المرقة يعني كي دوك يسخن الماء يغلي نضيف القرنون ديالي. إذا هنا بعد ما بدات تجمر لاصوص واش راح نعمل نجيب القرنون ديالي ونحطو نصطفو مليح هنايا. إذا هنا نخليهم يطيبو نص طياب يعني تقريبا حوالي واحد 20 دقيقة على نار متوسطة ونتلاقاو فيما بعد إن شاء الله. راكم تلاحظوا بعد يعني ما طيبته نص طياب الان درته لداخل المول خاص بالفرن وخليت له شويه تاع لاصوص كيما راكم تلاحظوا يعني ما كثرتلوش. اذا هنا كيما راكم تلاحظوا درت لك خش ندير لها هذوك زوج حبات تاع الجبن. تحبوا تضربوه بالميكسر ولا تحبوا تخلطوه غير هكذايا بالشوكه كيما تحبوا يبقى اختياري. اذا راح ناخذ هكذا بعد ما خلطته مليح راح ناخذ هكذايا نفرغ فوق كامل القرنون ديالي هكذا من بعد نضيف له هكذايا الجبن من فوق على الطريقة ونحطه في الفرن ساخن يتحمر فقط يعني يتجمر ويتحمر يذوب مليح له في خماج ونطفيو عليه باذن الله تعالى. اذا راح نتلاقاو بعد ما يجو يوجد الطاجين تاع عفوا الكراتان تاعي. اذا كيما راكم تلاحظوا هنا القرنون ديالي راهو واجد تحمر كيما راكم تشوفوا خليت له شويه تاع الفخوماج باش نزين به من الفوق. شوفوا رائحه ولا اروع. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة تاع نهار اليوم وإلا عجبتكم الوصفة معليكم غير ديروا جيم لا فيديو بارطاجيو لا فيديو يشاركوا بها الأصدقاء تاعكم. راح نتلاقاو في وصفة أخرى إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.